نايمة في شوب، والبقى كنا العينة منظامين كثير، الشوب لح علينا، هالخيام أمورنا تعبانة كثير، يعني هيك حالتنا كثير سيئة. الله يكرمكم ويعطيكم العافية. نحن الواقع هو بتكلم عنا من نقص خدمات للصرف الصحي للمياه الشرب والمياه التي بنستخدمها بالمنازل، القمامة، ترحيل القمامة. الواقع صعب مريض. نتمنى من الفعاليات والمنظمات العمل على مساعدتنا بهالأمور هاي، من تستخدم الصرف الصحي، من ترحيل القمامة، من تأمين مياه للشرب، من تأمين المواد الغذائية. الله يجزيكم الخير والله يكرمكم ويبارك فيكم. احنا نزحنا لهون من 5 سنوات، المخيم وضعه يرسلوا، عندنا القمامة مليانة بالشوارع، اللفايات في الأراضي، الجوار الفنية طايفة عم تقلب على الناس على الخيم، الحشرات حيايا، حتى لقينا عقارب من كم يوم من قرص طفل عندنا عقربة. يعني هلا عم ينادوا ضد الكوليرا، ضد الحصبة، ضد الجدري، ضد الأمراض الجرب. طيب سبب الجرب هو الوسخ، الوسخ اللي في الارض هون موجود، مين تشيله؟ نحن من شهرين هلا تخلت عنا منظمه بهار لاني ما بقى لها دعم، رجعت المي من فتره بسيطه، بس بقيت القمامه والنفايات والجوار الفنيه، الجوار حاله ما حدا عم بشيلها، يعني احنا وضعنا صعب. شفتوا يمكن صورتوا، شفت حاله الناس هون، حاله كثير ناس فقراء جدا جدا، يعني ما حد جوار الفنيه روايحها قاتله غير اللي عم تمشي بالشارع الواد عم بدوس فيها. اذا ممكن تشوفه تطلع هلا وتشوف حاله الناس، وضع صعب صعب. نتمنى يعني ترجع المنظمه تكفل لنا المخيم بترحيل النفايات وجلب وجفط الجوار الفنيه. كمان المخيم ضعيف جدا من ناحيه، يعني لا في دعم، لا في شيء، حصص اغاثي، اكل شرب للناس ياكلوا، يعني وضع لا عمل، ما في فرص عمل، ما في، الناس اكثر عاطله عن العمل، وعندي اغلبهم هون عجز، مصابين حرب واطفال ايتام، نساء عم بتعون الاسر هنا في المخيم. فبتمنى من الناس اللي عندهم هيك يعني اهل الخير، اهل النخوه، يجوا يتفرجوا حاله الناس هون ويساعدونا. الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية، الله يجزيكم الخير جميعا إن شاء الله يا رب. نحن يعني من ناشد علوة مين يجي يعني يشلنا هالقمامة من هون، يعني القمامة عنا أزتنا كتير، صايرة جنب بيوتنا، بإمكانكم هلأ تشوفوها. يعني نحن بينوبنا أمراض منها كتير، حبيت السنة وما شبه ذلك، يعني ما بده داعي واحد إنه يحكي إشي الأمراض اللي بتجي من القمامة. يعني إيه يعني شيء يعني واحد ما بيحسن بتحمله هذا الشيء، يعني ونحن صار لنا هلا 3 شهور تقريبا واكثر، يعني القمامه ما عم تنشال من جنب بيوتنا ابدا ابدا، يعني بدها لحل هذا الموضوع. نتمنى يعني نحن انه مين يعني يجي يساعدنا بهذا الموضوع. يعني مي مقطوعه عنا عن المخيم، الزباله ما حدا بيشيلها عنا، جوار بدها سحب، يعني جوار هي فنيه، يعني لانه نحن ما عندنا مجرور بالمخيم، كمان عم بتطوف وبتمشي بين الخيم، ونحن ساكنين بخيم، يعني خيم، يعني تخيل انه تشادر وعازل وصيف والدنيا شوب، وتخيل بالصيف قديش بيجيك حشرات وبيجيك، يعني والله العظيم نحن عم نعاني من الحشرات كثير 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 بشكل لا يوصف، والامراض اللي عم تجينا
والأوبئة اللي عم تجينا لهون يعني والله العظيم الله بيعلم فيها، بس نتمنى نحن من انه حدا يجي هيك يا رب ان شاء الله هيك يساعدنا ويشلنا هالقمم من المخيم. الله يجزيكم الخير يا رب، ومشكورين والله انتم يعني ان شاء الله ما بتقصروا باذن الله، وان شاء الله يعني نتمنى انكم تساعدوا هالمخيم هذا يا رب. الله يجزيكم الخير جميعا يا رب. ايش بدي احكي لها؟ ولا خيو والله متضايقين راح تطلع روحنا، اكثر من هيك ما في. ايه شايف الخيم شلون وشايف الزباله حوالينا، معوني ما في، شغلي تعباني تعباني وبس، فوضنا امرنا الى الله وبس.